السلام عليكم ورحمة الله، بقناة عبد سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. على كل حال، الآن في هذه اللحظات تم الإعلان على فوز المغرب بتنظيم كانت 2025، والمفاجأة الكبرى من سينظم كان 2027. تابعوا معنا الفيديو وشوفوا موتسيبي كيفاش قدم اسمه الكعكة للمغرب في ظل انسحاب الجزائر ونيجيريا والبنين وعدة دول. على كل حال، انسحبوا خلوها للمغرب. شوفوا معنا موتسيبي واش تكلم، من بعد نزيدوا نسمعوا العربي الجديد الموقع واش تكلم، وعطانا ثاني اعطانا دول اللي ما كناش نستناو فيها تحتضن هذا العرس الكروي 2027. دوك تسمعوا شكون هما الدول. تابعوا معنا موتسيبي واش تكلم، من بعد نقراو لكم واش حطوا في العربي الجديد. الاعتراف بالفائدة العظمى، الفائدة الأولى، وهنالك إذا اعتراف بأن احتضان كأس العالم يعتبر معيارا هاما جدا، وهنالك من قدم أو كان هنالك انسحاب للجميع البلدان الخاصة ب 2025 لتمكين المغرب والبلدان الإفريقية التي تقدم طلب استضافة كأس العالم 2030 أن تتمكن من التحضير. وبالتالي فكان هنالك تجاذب، كان هنالك نقاش حول هذه المسألة، وبالتالي فإن كأس أمم إفريقيا 2025 ستقام في المغرب، فنصفق للبلد المستضيف. راكم سمعتوا معنا الفيديو تاع موتسيبي كان مترجم. الآن نشوفوا العربي الجديد واش تكلم في الموقع ديالو. الآن فقط عندها 35 دقيقة على الأكثر. المغرب بتنظيم كأس إفريقيا 2025 بعد غياب 35 عام، يعني من 88 عندك. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم الأربعاء عن فوز المغرب بشرف تنظيم نسخة كأس أمم إفريقيا لعام 2025 بعد إجراء عملية التصويت خلال اجتماع مكتبه التنفيذي في القاهرة، ليعود بذلك رسميا غينيا التي سحبت تنظيم منها في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب التأخر في أعمال بناء الملاعب. الناس مازال ما بداش ترمم في الملاعب ودتها. وانتظر المغرب 35 عام ليحظى بشرف تنظيم هذه البطولة الإفريقية بعدما غاب عن احتضانها منذ 88 900 و1000، وبلغ فيها الدور نصف نهائي بفضل جيل حارس بادو زكي ومحمد التيمومي وخلينا هذه. ويأتي فوز المغرب باستضافة نسخة 2025 لكأس إفريقيا بإجماع بعد حصوله على 22 صوت وغياب عضوين في وقت لم ينل الملف المشترك لنيجيريا وبنين أي نقطة، بينما خرجت الجزائر من السباق في آخر لحظة رغبة من رئيس الاتحاد الجديد وليد صادي تكريس جهوده الأولية على تطوير كرة القدم المحلية. زيدوا تابعوا معنا خوتنا الكرام. وقدم المغرب ملفا قويا أثناء سباقه حول تنظيم البطولة الإفريقية، ملف قوية، والذي تولى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع تقديمه لمدة 10 دقائق. ديمينيت هو يحكي له مع الملف، لكن ما شفناش، ورينا نشوفه ما شفناش. هادي لا كيما يقول لك بيت القصيد، ما شفناش، وريني نشوف، ما تهضرليش على الورق، وريني نشوف كيما تزاير ورات 3 سوايع وما يدوروا في التيران قريب تبحروا. زيدوا تابعوا معنا. حيث اقترح 6 ملاعب لإجراء المباريات الرسمية، تستجيب للمعايير الدولية. زيدوا تابعوا معنا.
حيث اقترح 6 ملاعب لإجراء المباريات الرسمية تستجيب للمعايير الدولية. على الورق مازال ما خدموهمش. المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مع توفير 24 ملعب للتدريبات إضافية إلى مرافق وتجهيزات رياضية ذات مستوى عالي، وملعب خاص لتدريب الحكام لتدريبات الحكام. وتضمن الملف المغربي المتكون من 167 صفحة 167 باج عددا من المشاريع الرياضية المزمن لانطلاق الأعمال بها قريبا من أجل كسب معركة تنظيم مونديال 2030 يعني 2030 إن شاء الله، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. وهو الملف الذي يحظى بثقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدد من الاتحادات الأوروبية والأسيوية. وبعد إعلان تنظيم المغرب لبطولة كأس إفريقيا 2025، شهد اجتماع المكتب التنفيذي لكاف في القاهرة مفاجأة كبرى تمثلت في فوز الملف المشترك بين 3 دول، كينيا، أوغندا، تنزانيا، بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2027. يعني هنا أولا نهضر على حفيظ الراجي، قال لك الجزائر من ذاك العام ويقول 2025 المغرب، 2027 السنغال، الآن 2025 المروك، و2027 كينيا، أوغندا، تنزانيا. هذا ما جاء في التعليق في التقرير في الخبر اللي حطته العربي الجديد. قال لك ملف متكون من 167 صفحة 10 دقائق هو يتكلم على واش عنده ملاعب، قتلهم بالخلايا، قتلهم بالعياط والهضرة، وفي الأخير لم نشاهد ولا فيديو على الدطاشو. نحن الجزائر جبناهم لهنا اللجنة هذه، ومننا اللي كان يحوزوا تحت الكراسة ويحسبوا في الحشيش ويهبط ويطلع نورمالمون تم نحاوزهم. أنا ملاعبنا واجدة، منشآت بصفات عالمية، طرقات، بنية تحتية، ملاعب كبيرة، فريق وطني قوي، جهود دولة عملتها، لكن آخر المطاف نحات الجزائر، سحبت الملف ديالها. كما يقول لك لو كان اليوم كان الملف تاع الجزائر هنا وهذاك يبقى يهضر، يديروا له داتاشو، يقولوا له عندك ملاعب هكا، يقول اعطينا الفلاش ديسك نوروا للناس الملاعب ديالك لك تهضر عليها بالورق. اقسم بالله العظيم غير ملاعبهم يترمم ترمم باش تشوفوا الفساد تاع الكاف. واحد واحد في العالم مازال تسمى الجهات الموصية اللي تحاسب هاد الناس تاع الكاف ما تزعزعتش. فساد، كولاسة، كولاسة حكام، فساد رياضي. كاف ساكن فيها، سميتها أنا ساكن فيها الشيطان، لوبيات، كل شيء من أجل الجزائر القارة باش ما تنظمش كأس إفريقيا. والله العظيم ماني مقلق، نقول لكم علاش مانيش مقلق، لأنه كل واحد يعرف نفسه، كل واحد يعرف نفسه. حنا الجزائريين نعرف نفسنا باللي قادرين ننظموا ونظمنا شحال من الدورة قبل الشعار، قبل الكان هذه، واش الشان واش الكان. يا أخي ناس يجون كل إفريقيا، والكان ناس يجون كل إفريقيا، كيف كيف؟ برك هذيك شان لاعبين محليين، والأخرى كان لاعبين مخلطين. هذا ما كان، حنا نظمنا كل شيء ورينا للعالم. هاد الفضيحة تولي على موتسيبي هو الرئيس، ونأكد لكم لما يخرج من رئاسة الكاف راح يبوح بعدة أمور كما باحوا لي قبله. موتسيبي اللي راه محكوم على بالنا هو ألفانتينو وجماعة كاع تاع تم محكومين بحوايج اللي ما نقدرش نهضرهم، ما نقدرش نتكلمهم، حاكمهم لقجع في يده بأدلة. هذه هي، لأنه باش ما تقدرش تتكلم وتشوف، تشوف باللي واحد ما عنده والو وواحد عنده كلش،
وما نصبتش هذاك اللي عنده كلش، ما مشيتش ديريكت. صدقوني غير ربي غير يخلص، يخلص كما يقول لك في اقرب وقت، لانه ربي ما يحبش دعوة المظلوم، لانه احنا خدمنا وعندنا منشآت والناس قاعد تشوف، والناس عندها بيطون. انا درت صور ودرت فيديو بيطون دايرين هكا دروج، ودوك تشوفوا الفضايح الى نظمتها المغرب، الى قدرت توصل باش تنظمها. كابابلك تجيب لك مشكل ايبولا عفسه مرض تقول لك نمدها لهاد البلاد، ما قدرت، ما نخاف كيما داروا في لافير الاخرى تاعهم، قال لك ايبولا نحاول، هما ما كانوش قادرين ينظموا. فقط هذيك الضربه ماشي ما كانوش قادرين، ما كانوش حابين الجزائر تجي تلعب عندهم. لا علينا، احنا نقولوا مبروك للمروك على تنظيمهم كاس افريقيا 2025، ومبروك لكينيا واوغندا وتنزانيا 2027. احنا نتمنوا يكونوا قد مسؤوليتهم ويقدروا ينظموا هذا الكاس. هذا واش نقول، نقولكم بارك الله فيكم، شاركوا في قناة عبدو سبور. والجزائر راهي مهتمة بأمور واحدة أخرى، أمور أكثر من لعبة الرياضة ولعبة كرة القدم، أمور باش تزدهر بلادنا إن شاء الله. هاد البلاد القارة هذه اللي فيها زوج بلاين وقريب زوج بلاين و 400 كيلومتر، أنا نقوله قارة قارة. اسم عبد المجيد تبون رئيس الدولة الجزائرية الملقب بعمي تبون، لحنا الشعب الجزائري راه يطولوا عمي تبون قدروه، راهو يخدم وراهو يسعى لتأمين الحدود، راهو يسعى لتطوير الاقتصاد ان شاء الله. هذا هو اللي يهمنا اكثر من البلوطه. هذا واش يقول. شاركوا في قناه عبدو سبور. سلام.